السلام عليكم شباب، تحية طيبة لكم، أخوكم رافت من قناة رافت ميجي. طبعا إن شاء الله موضوع اليوم هو قرار جي من وزارة التربية خاص الطلاب الثالث متوسط، خريجين ثالث متوسط اللي نجحوا طبعا الإعدادية، إن شاء الله يكون فاتحة خير للطلاب. طبعا القرار اللي أعلنته وزارة التربية بهاي الأيام إنه أضافت فرع جديد للإعدادية لخريجين الثالث متوسط. كان موجود انه فرع رابع اعدادي ادبي ورابع اعدادي علمي، حاليا صار فرع جديد اللي هو فرع رابع اعدادي فرع الفنون. راح يصير يختص هذا الفرع بالفنون التشكيلية، ويعني المواد الفنية بشكل عام. ان شاء الله راح نبين لكم شنو هي المواد اللي راح تدرسوها بهذا الفرع ان شاء الله. طبعا شباب، وزارة التربية راح تضيف هذا الفرع للمرحلة الإعدادية للطلاب اللي هم خريجين ثالث متوسط وراح يدخلون الرابع إعدادي. فراح الشباب راح يصير عندنا رابع علمي اللي هو يتفرع أحياء وتطبيقي، ورابع أدبي، ورابع فنون اللي هو الفرع الجديد أضافته هاي السنة وزارة التربية، وراح يطبق هاي السنة إن شاء الله اللي هي 2019-2020. اما بالنسبه للمواد، هذا الفرع الجديد شباب اللي هو لغه عربيه، تربيه اللغه العربيه واللغه الانجليزيه والرياضيات والتربيه الاسلاميه، ذن المواد اللي موجوده بالفروع بشكل عام. اما المواد الجديده راح تكون على طلاب هذا الفرع هي التربيه الجماليه والتذوق الفني، تاريخ الحضاره، وايضا الخط العربي والزخرفه. فقط مادتين اللي هي التربية الفنية، هاي راح تكون مادة تطبيقية، وأيضا التربية الرياضية. فبهيج حال راح يكون عندنا 9 مواد اللي هي مواد هذا الفرع بشكل عام، اللي هي هاي معظم المعلومات اللي أصدرتها وزارة التربية بخصوص هذا الفرع الجديد. فهو راح يكون فرع حاله حال باقي الفروع، وراح تطبق عليه القوانين اللي هي موجوده بباقي الفروع عادي بشكل طبيعي، ما بأي اختلاف غير بس المواد يعني بشكل بسيط. والقرار راح يطبق هاي السنه سنه 2019-2020 ان شاء الله. فبهي الحاله راح يكون عند خريج ثالث متوسط 3 اختيارات، رابع علمي، رابع ادبي، ورابع فنون. راح يكون الطالب يعني شلون عنده آفاق واسعة أمامه حتى يختار مستقبله بشكل دقيق، ويفكر ويقدر يختار مستقبل إن شاء الله جيد إليه. ونسأل الله التوفيق لكل طلابنا الأعزاء بكل محافظات العراق. شباب، هنا ينتهي الفيديو، أتمنى استفاديتوا من عده إن شاء الله. إذا عجبك الفيديو أتمنى تضغط لايك حتى تدعمنا وتشجعنا نقدم لكم أكثر وأكثر، وتشارك الفيديو مع أصدقائك حتى يستفادون من عنده ويعرفون معلومات هذا الفرع الجديد، وتشترك بالقناة إذا أول مرة تشوف قناة رافت رعد. أخوكم رافت من قناة رافت، نلتقي في فيديو جديد، في أمان الله.